والآن دعوني أذهب. تزيدوا العدد شوية ونبدأ طوال، لغاية ما تزيدوا العدد ونبدأ طوال إن شاء الله. ها الناس لايك وشير معانا. الناس لايك وشير معانا يا شباب. ها لايك وشير. الله أكبر يا فرح، الله أكبر يا فرح، الله أكبر، الله أكبر جميعا، الله أكبر. الاخوات عقيده جنجل الغيره.
كعصر مرقات عقيدان جنقدان وقدام العرب هاجمات عقيدان جنقدان عربات كعصر مرقات عقيدان جنقدان وقدام العرب ماشات عقيدان جنقدان شايلات شباب مرقات عقيدان جنقدان شايلات شباب مرقات عقيدان جنقدان غيرات الليلة كل أخوات عقيدان جنقدان غيرات ها تموا 1500 تموا 1500 ونبقى طوالي عشان اخوانكم يجي يشاهدوا معاكم لايك شير يا شباب لايك شير لايك شير عندك الوزن معقد جنقد حقيقه عندك الوزن معقد جنقد مبارك عليكم مبارك عليكم مبارك علينا وعليكم جميعا مشاركاتكم يا شباب اي زول يعمل لايك الان اي زول يعمل 10 ملصقات 20 اكتب تم ها مشاركات وصلوا اللايف ارفعوه برضو نسمع هنا مالو اراح تموا 1500 وخلونا نبدا طبعا الصفحة ما زي الحساب هنا لو 500 معناها 1000 في يعني في الصفحة لو المشاهدة 1000 معناها في الحساب هناك 2000 الصفحة ضعف ناس القائد بتاعهم وصاهم قال لهم عليكم بالذكر سلام عليكم بالحسبنة بالحسبنة هو الذي بكؤوس الحب يسقيك الذكر خير من الإنفاق من ذهب ومن جهاد وعتق عنونا لايك شير يا شباب ايزو لايك شير ولا ما فرحان بلبوسي لو بلبوسي ما ترتاح معانا ذاته هنا يلا لايك شير مشاركة ملصقات اي زول يخد 10 ملصقات 10 تم في 10 تعليقات هذا آه علم من كل زول 10 ملصقات جاهزين والشرط العارف الشيخ الذي يلا ابدو نشوف اول زول بيبدا منو وبنور واي زول يخط لايك لايك ملصقات شير اي زول يعمل شير في جروب جروبين 10
جده بيقول كلنا دعم سريع. جده قال كلنا دعم سريع. هل انتم متفقين معاه يا اخوانا في الكلام ده؟ اخي الذي صنعت في الحب نيته لله لا لهوى نفسي يوافيك. وانسلت البقعة من نعاس على صباح الثائر الأنفاس، وانسلت قاعدة النجوم من نعاس على صباح ثائر الأنفاس، ورزت العرض بالنحاس، وكل شيء ماج بالحماس، فلا ترى إلا جموع الناس ماضين تواقين للدواس، فلا ترى إلا جموع الناس ماضين تواقين للدواس، ماضين تواقين للدواس، كأنما زلوا عن الأقواس يسابقون الريح بالأفراس، ويشعلون الشمس بالأكباس، ولبس السودان بهاءه في ذلك الزمان، ولبس السودان بهاءه في ذلك الزمان، واكتظت قاعدة النجوم بالحشود، واكتظت قاعدة النجوم بالحشود بالأشاوس، اكتظت بالحشود، وكأن ذاك اليوم يوم عيد، وكأن ذاك اليوم يوم عيد، واكتظت قاعدة النجوم بالحشود بالأشاوس، وكأن هذا اليوم يوم عيد، معطر الآذان بالبارود، ومشرقا كجبهة الجنود، وصفت الخيل على صعيد قد هاجها تضرم القصيد، فجاذبت تصل بالحديد، مجنحات بالقنا الممدود، تود لو طارت إلى بعيد، منقضة في قسطل مزرود، أصيلة حنت إلى الطعان، واعتادها تلاحم الشجعان، واعتادها تلاحم الشجعان، وصاح صوت في الجبال عالي، وصاح صوت للجهاد عالي، أجابه رجع من الجبال، إنا مبايعون قد وفينا، وفي سبيل الله قد مضينا، والحكم لله إذا التقينا، الحكم لله إذا التقينا، الحكم مالي علي كرتي، الحكم مالي صلاح قوش، الحكم مالي أسامة عبد الله، الحكم لله إذا التقينا، الحكم لله إذا التقينا، تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما، السادة الأفاتارات سلام الله عليكم جميعا، مبارك عليكم الانتصار، مبارك عليكم هذه الانتصارات التي جاءت تترى، والتي ما إن فتئت تعود، ولقد حذرتكم قبل أيام وحدثتكم عن أن مفاجآت كثيرة قادمة إليكم في الطريق، والبعض قال أنك كاذب وأنك تنافق ولن يحدث شيء ولن يأتي شيء، والآن جاءت أشياء، الآن جاءت أشياء يا ولدي، أخبرتك قبل سقوط نيالة، أخبرتك قبل سقوط بليلة، أخبرتك قبل سقوط زالنجي أو تحريرهما، كويس تحريره، وأخبرتك قبل تحرير الجنينة خلاص، وأخبرتك قبل النجوم وقبل جبل أولياء خلاص، أخبرتك بأنه حاجات، وآخر لايف امبارح المساء، امبارح آخر لايف في الصفحة هنا، المعلق الرياضي أحمد الضيب شارع، امبارح قلت لكم حتسمعوا أخبار في الساعات الجاية كبيرة وكبيرة شديد، ولسه لسه وما رأيت من الفيل إلا أذنيه. أيها الفنون سلامة، السادة البلابسة، السادة الكيزان، المطور الوطني، الحركة الإسلامية، السلام عليكم.
شباب حياكم الغمام، قبلتكم الكتاليا، سلم عليكم الاقحوان، ناداكم الارجوان، ناداكم الشذروان، اين انتم؟ من انتم؟ اين انتم؟ ما لي اراك تكرهين الجنه؟ علي كرتي مالك ما شلت السلاح وقاتلت معاهم قدام؟ يا اللي بتحرشوا الناس واللي بتقولوا الحرب تستمر، ما لي اراك تكرهين الجنه؟ ما لي اراك تكرهين الجنه؟ مالكم كريتوا الجنه؟ مالكم؟ انتوا ما عارفين نفسكم بتغاتلوا منو ولا منو؟ انت ما عارف نفسك بتغاتل منو ولا شنو؟ انت ما بتعرف انك بتقاتل ناس؟ الواحد فيهم قوام جيش كامل؟ انت ما عارف انك بتقاتل في ناس الموت احب لهم من الحياه؟ انت ما عارف انك بتقاتل ناس لقبوا بالاشاوس؟ رئيسهم فريق اول، لكن عندنا مهيب اول ركن يلقب بالجهجاه، والجهجاه هو الذي يروض الاسد ويصمت الاسد، ونائبه اخوه يسمى بالجرباس. يا علي عملت لي ازعاج يا اخي في اللايف والله كويس. ده صاحبي يا اخي عملت لي ازعاج يا اخي كويس. ونائبه جرباس، والجرباس هو الاسد الذي يزعر فتسمع صوته على مسافه اميال ويصم بزئيره الاذان. اقفل الباب على الله، اقفل الباب كويس. فيصم بزئيره الاذان انه الجرباس، وهذا جهجاه. ولا تنسوا عثمان عمليات، ولا تنسوا ديدان، ولا تنسوا محمد الفاتح يأجوج ومأجوج، ولا تنسوا عيسى غباش وداود غباش، ولا تنسوا بدوي الدودو الفاضل، سعادة العقيد، المقاتل العنيد، الشجاع الصنديد. ما تنسوا بدوي الدودو الفاضل، اعطوا الناس حقوقهم. مبارك أيها السادة، لقد خسر الفلول اليوم لواء، رجلا يحمل رتبة لواء، زول شايل في كتفه رتبة لواء، صقر مقص رتبة لواء. وانت عارف عشان الضابط اترقى من عميد للواء، انت عارف اجتمعوا له كم اجتماع وبيقعدوا له كم قعدة عشان من عميد يترقى للواء؟ ودي من اطول الفترات اللي بيقعدها الضابط عشان يترقى، بعديها تاني الا لواء الى فريق، حتى فريق الى فريق اول، وللو قدك زادوا تاني بكون تاني لواء. الدعم السريع يا جماعه ما عنده هزار، يا جماعه الاشاوس بيسمعوا في اللايف ده الان وهم الان منتشين ومحتفلين. هسه في زول من الدعامه بيسمع بكلامي ده وبيشرب في قهوه، وواحد راكب في داتشر، وواحد قاعد في كرسي، وواحد راكب في سرير، وواحد معوق مضروب، وواحد فرحان، وواحد بينطط فوق، وواحد ما عارف لك قاعد في سحابه، وتاني واحد ما عارف لك وين، واخرين دخلوا البحر، واخرين دخلوا البحر. الدعم السريع، الاشاوس اجبروا المستنفرين واجبروا جهاز الامن واجبروا الجيش على انهم يقوموا جارين لغايه ما يدخلوا البحر ولغايه ما يموتوا هم جوا البحر. في النهايه هم اولادنا، نحزن عليهم. في النهايه هم اولادنا سودانيين، زي ما الدعامه اللي بيموتوا ديل اولادنا سودانيين، قلبنا بينجض عليهم، برضو قلبنا بينجض على ديل، كلهم واحد. وكل ما تقول لي ما واحد، كل ما الحريق ما بيكفر، وكل يوم ما حيفضل فيك ولا واحد، وكل يوم الدعم منتصر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا ريت أي زول يكتب معانا الآية دي، يا ريت في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص. وقال وإذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه سميع عليم، كويس. أي زول اكتب معانا، خلاص. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كويس. طيب طبعا الملابس جاهزين للمغالطة، وجاهزين دائما لانه يكذبوا الاحداث
وانه الكلام ده ما صح وده كذب وانه يا اخي ما في حاجه زي دي وانه يا اخي القاعده دي الان هي في يد الجيش وهكذا طبعا ده وضعهم كده. فنحن شنو ما نطول الزمن معانا ما نكثر الكلام خلاص ما نكثر الكلام صح ولا لا يا اخواننا؟ كلامي غلط؟ غلط هنا؟ خلاص اقروا معانا اكتبوا معانا يا اخواننا. انا فتحنا لك فتحا مبينا انا فتحنا لك فتحا مبينا. ربنا سبحانه وتعالى فتح على الدعم السريع، فتح على المستضعفين، فتح على المهمشين، فتح عليهم فتحا مبينا. الله اكبر الله اكبر. خلاص يا ساده انا كذاب وكلامي غلط يا ملابسه. طيب شوفوا رايكم شنو. سامعين الزول ده من البدايه قال لي 11 12 اسمعوا. اكتب الله اكبر يا شباب. ده الطيران بتاع الملابس يا اخواننا. صوروا اجري مش يا جبنة. الله اكبر عليكم. مهزومين ومذلولين محل ما مشيتوا. اشاوس فوق. بس صاحب العقل يميز. في انت كزول بليد انا او زول ما مصدق انه ناسك انهزموا. انا والله ما بقدر اقنعك. وفي صور انا معها عارضه، في فيديوهات معها عارضه. لان للامانه مؤلمه جدا. ما عارضه كويس. انا ثاني ما شغلي اني اقنعك. كويس خلاص. اللقطه دي وين مكتوب فيها شنو؟ اقراها فوق. رئاسه اركان القوى الجويه تحتها مكتوب شنو؟ مكتوب شنو تحت؟ تحت مكتوب شنو يا اخوانا؟ مكتوب شنو باللقطة دي؟ وهسه الآن أنا بتحدى إعلام الجيش الآن يمشي يعمل لنا فيديو من هناك. الآن أنا بتحدى إعلام الجيش، بتحدى إعلام الكيزان، إعلام الفلول، الآن يمشي يعلنوا لنا، يعملوا لنا لايف من هناك. ديل يا أم الشباب، يا أم الشباب مشوا خشوا جوا. خلوش الآن لو الكيزان رجال وشجعان، الان يمشي يصوروا لنا لايف من هناك ولا فيديو من هناك. الجبنه الهوانات الرمم اللي ما بيشبهوا الناس. يا اخواننا ربنا ده عادل. يا اخوانا ربنا ده عادل. يا اخوانا ربنا قال انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى نصر المستضعفين. يا جماعه ربنا نصر الهامش. يا اخواننا ربنا نصر الناس اللي كانوا ضعاف. نصر الناس الان ولم نكن ضعافا يوما، ولكنها الفرقه هي التي شتتتنا، الفرقه هي التي هزمتنا. اين هي الفرقه الان؟ اين هي الفرقه الان امام هذه الحشود العظيمه؟ اين هي الفرقه الان امام هذه الطائرات التي تسقط؟ اين هي الفرقه الان ونحن ندوس على معاقل الكيزان؟ اين هي الفرقه الان وجوادنا يصل في داخل القصر الجمهوري؟ اين هي
الفرقة ها بتاعت الهامش وبتاعت الغرب وبتاعت القبائل اللي كانت مستضعفة في الأرض وكانت بيغاتلوا بها فقط ها، وحمدتي الآن برجلينه بيدوس على رأس الكيزان وبيسبح بحمد الله وبيقدس بحمد الله في رأس الكيزان، شاء من شاء وأبى من أبى. معليش يا كيزان، معليش 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 معليش، الانتصار ما سهل وتمنه ما سهل وتمنه ما سهل. أول حاجة كونه إنه تسقط القاعدة بتاع الجبل أولية بعد المعارك الضارية دي وتسقط قاعدة النجومي، أول حاجة عليكم تعلموا بأنه حتى الطيران المسير الكامي في الكو من وادي سيد من يسيم سيد أمدي خليها من دي 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 من قاعدة النجومي ومن قاعدة الجبل تاني ما بتقوم، خلاص تاني ما بتقوم، والبشريات جاية لسه كثيرة. وأنا واحد من الناس دعيت للسلم، دعيت للسلم كثير ودعيت قبل الحرب إنها ما تقوم. قد تجنبت معشري كي يفيقوا فأبى الكيزان علي اعتزالي، رفضوا قالوا لا إلا الحرب، قالوا إلا الحرب كده الدعم السريع. انت مش قلت كزرتكم لشنبات يا كوز وعامل نفسك فرحان كويس؟ اول حاجة الولاية دلافي العامل نفسه بتاع البراء ده اي لي وقعد معاه ولا فريق لاحظوا ليه وقعد يتكتل بعدي وطوالي، الولد ده قاعد السبب في قتل الضباط وقاعد السبب في قتل العساكر وقاعد يخون اقرب زملائه بالسبب في قتلهم. الولد اللي قال مضروب ده بتاع البراء ده اللي قال مضروب في يده ده الكذاب ده لاحظوا ليه اي ناس مشيلين بيقعوا في كمين وبيتم اعتقالهم وبيتم قتلهم، لاحظوا الحاجة دي ولا لا؟ كده ركزوا فيها شوية. خلاص الليلة معقولة اكتر من 300 قتيل من المستنفرين، فقط 500 من الجيش، 300 معقولة، عشرات السيارات واكتر من 7 دبابات معقولة، الطيارات دي ما بتقوم اصلا لانه بكلاش بتجيبها، الطيارات دي ما من ثالث يوم تاني ما قامت. شباب صوتي ده واضح ولا انا بتكلم ساي يا اخوانا؟ ها صوتي ده واضح هسه كده بعد الدعم السريع تاني كان خلف كراعه كده وقال انا ما داير تفاوض، هتسووا كيف؟ بلابسه يا اخويا تعال ترمين هسه الدعم السريع ده خلف كراعه، هسه الناس دي كلها كانت بتجوط، كلها ما كانت قاعده تجوط وقاعده تقول اني يا اخي الوفدي وناس احمد مختار وناس ما عارف ليك حمدان عمر حمدان وناس القوني ده الاشطر ناس انت قايلهم بيلعبوا ولا شنو؟ وما بعرف ليك الصحفي اللي اسمه نزار ده علاقته شنو بالتفاوض؟ هاي هو ده اللي قاعد يدي بالكيزان وبخطهم في علبهم، اها قاعد يربيهم في البلاغه في الفلسفه في اللغه العربيه، ها علم علوم حيوان ونبات فيزياء كيمياء ومعادلات شعر هندسه ومعادلات، ها يا زول ده قاعد يوريهم ده هو ده ذاته نزار سيد احمد ده جابوا اسمه والناس زعلانه وقالت كيف انه يودوه ما لانه قاعد يزيل الكيزان كويس انتوا قادرين تصدقوا معي؟ خلاص انتوا قادرين تصدقوا معي يا اخواننا بانه كده سقوط القاعده بتاع هناي الدعم السريع الان يتقدم لقدام. الشباب الصوت لو واضح وضحوا لي يا اخواننا، وضحوا لي قول لي واضح، وضحوا لي الصفحه هنا المعلق الرياضي احمد الضيب وشارع. خلاص الصوت لو واضح قولوا لنا واضح، لو واضح قولوا لنا واضح، دي حاجه. الحاجه الثانيه دارين من اي زول اي زول معانا الان وشايف الكلام ده صح ومتكيف من الكلام ده وشايف فعلا ده نصر للهامش، ها شايف ده نصر للهامش، اكتب الله اكبر كبيرة، اكتب الله اكبر. واولا ببدا انا شخصيا كم ما سبقني زول، في ناس كتابتهم سريعه خلاص الحمد لله كتبتها سريع سريع كويس، الله اكبر كبيرة اول تعليق الحمد لله سريع سريع كتبته كويس قبل ما يلحق يسبقني زول كويس، واللايف تقريبا سابق بدقيقه خلاص اي زول، ها ده التعليق خلاص
اي زول يكتب، اي زول مقتنع شايف كلامنا ده صح، شايف كلامنا ده منطقي، شايف كلامنا ده صح وكده، اكتب معانا الله اكبر كبير. يا كيزان انتوا زعلانين مالكم يا اخوانا؟ انتوا كيزان مالكم زعلانين يا اخي؟ انتوا بدل تيجوا تبكوا في اللايف هنا يا اخي، ما تمشوا تشيلوا السلاح وتداوسوا يا اخي، يا خمشوا يا اخي، القاعده سقطت يا اخي. يا اخي اسي اسي الاشاوس متوهطين في لب القاعده ويشربوا في القهوه تشوتكي، انتوا ما تمشوا تداوسوهم هناك ولا اسود في اللايفات والكتابات بس؟ اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاتت في لمن صفير الصافري. هلا برزت الى الاشاوس في الوغى؟ هلا برزت؟ يا اللي بدك تكتب لنا تعليق هنا وانت خايف وانت جبان وقلبك كبير، ها؟ يا اللي بتجينا بتتبكى لنا هنا خلاص؟ اللي بدك تكتب لنا تعليق، ما تكتب تعليق، الزمن ما في، اقطع تذكرتك، اركب شيل سلاحك امشي قاتل مع الجيش ضد الدعم يا غبي. اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر. هلا برزت الى الاشاوس في الوغى بل كان قلبك في جناح طائر. صدع الاشاوس جنده بعساكر جعلوا كتائبه كامس الدابر. بالله بالله الاشاوس، ها والله صدعوا جيش البرهان، ها جيش النخبة، جيش الأسرة، جيش العنصرية، ها القادة من أسر من مناطق محددة صدعوه بعساكر، والله خلوه زي الأمبارح بالليل. تلعب ولا شنو؟ تلعب ولا شنو؟ والله ما فضل إلا غزالة الشبيبية تي، والله ما فضل إلا كده. العميد القتل واللواء القتل والمقدم القتل والملازمين وائل والعساكر القتلوا ذنبهم على من اخرجهم. انتوا قلتوا تعمل التفاف تجوا تضربوا الدعم السريع بطريق الجبل وانهزمتم شر هزيمة. الان الدعم السريع متجه على النيل الابيض بقى، الان رقعة الجغرافية توسعت يا اذكياء، يا اذكياء الان رقعة توسعت، الدعم السريع الان متقدم. اي زول يا اخواننا، اي زول ها شايف كلامنا ده صح ومؤيد كلامنا ده، اكتب معانا الله اكبر، ان شاء الله تعيد في 20 تعليق. لازم اسم الله عز وجل ده يدوي ويكبر هنا ده، ها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. كلما صام صائم وافطر. الله اكبر. كلما اينع زرع واثمر. الله اكبر. كل ما خرج على الوجود نبات واخضر. الله اكبر، الله اكبر. اي زول شايف الكلام ده صح؟ محمد عبد الجليل بيقول الله اكبر، ديدي احمد بيقول الله اكبر، محمد عثمان بيقول الله اكبر، بكري محمد بيقول الله اكبر، ادم ادريس بيقول الله اكبر، ديدي بيقول الله اكبر، مصعب الجيلي بيقول الله اكبر، سامر سامرين 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 بيقول الله اكبر كويس، فتحي النيل بيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عدد ما ذكره الذاكرون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اكتبوا يا اخواننا، اكتبوا الله اكبر، خلوا اسم الله يقدس ويتلألأ يا جماعه، واسم الله اصلا اسم الجلاله، تكبير الله من الجلاله. يا اخواننا الدعم السريع زول من صغير بيحفظوه انه يقرا القران الكريم، بيحفظوه الاوراد، واحد بتلاقيه قاعد زي ده شغال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، بتلقاه شغال الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا اخواننا جاي تساويوا لي مع زول ها خش المعركه ها هو شغال يا لاوين جرو، يا لاوين جرو، دار تساويوا لي معه؟ زول بيخش المعركة بيقول الله أكبر، بيقول يا خيل الله اركبي، بيقول يا خيل الله اركبي، بيقول يا خيل الله اركبي. قالوا له يا محمد كويس، والمؤمنين والمسلمين قالوا يا رسول الله إن قريشا
قد جمعت راتها وأقوامها، وقد جمعت أسرجة خيولها وسيوفها وأعنة جوادها، وجاءت لتقاتلنا ثأرا عن قتلاها في بدر. فما كان جواب رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبو البتول السبطين الحسن والحسين ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب عم ابن عمه خلاص وعم العباس، ماذا كان رده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب؟ ماذا كان رد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول ما قالوا لك ده قال لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، قال لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، قال لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت الآية، نزلت الآية في سورة آل عمران يا كوزي يا بلبوسي، نزلت الآية في سورة آل عمران في أواخرها تقريبا 175-176، ما هي سورة آل عمران 200 آية كويس. نزلت السورة، نزلت الآيات خلاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ها جمعوا لكم وجوكم بقوة كبيرة وخوفوكم وخلاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ادسينا بالله عز وجل، حسبنا ربنا عز وجل، مدسين برب العزة ده من أي بلينا؟ لو بتدس بربنا بلا بيجيك ما في، والله العظيم جد لو مؤمن جد جد، ما كلنا ما مؤمنين، لكن لو انت واقف، لو انت واثق ربنا بيحميك بيحميك كويس. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الجواب جاء شنو؟ جاءت فاء بتاعت سرعه، فاستئناف يا ناس اللغه العربيه، قالت شنو؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم، يمسسهم ما قال لك لم يصيبهم، يمسسهم حاجة صغيرة كده، فانقلبوا بنعمة من الله، بل رجعوا بالنعمة من الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان اللي بيصرخ وبعيطه، والله يا نحنا ونحنا حننتصر، والله الحرب دي ما تجيب، ديل شواطين ساكت، ديل شواطين ساكت. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ديل تعبانين ساكت كويس، ديل تعبانين ساكت خلاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لما يدسوا بربنا ولما يتغطوا بربنا ولما قالوا ربنا ده هو نعم الوكيل ونعم الحافظ، ربنا كان لهم على حسن ظنهم. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي كويس طوالي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مساهم ولا سوء خلاص، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف به أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال لي أنا واحد من الناس لما نشوف الظلم الكان في الهامش، لما نشوف الظلم الكان في الهامش، الظلم الزول اللي بيشرب مع البقرة ومع الخروف ومع الغنماية عزكم الله في بير واحدة في حفيرة واحدة، لما نشوف وما مغي منه إنسان، لما الليلة تشوفه وهو مكرم وهو معزز، بتتذكر قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بتتذكر الآية دي؟ بتتذكر وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله نصرا عزيزا. الآن الدعم السريع منصور بالله، منصور بالله. الآن بيرمي في الطيارات، الطيارات دي ماسكة رب العالمين، ماسكة رب العالمين. هتقول لي كيف؟ بقول لك ربنا سبحانه وتعالى في سورة تبارك، تبارك الله، تبارك الله، في سورة تبارك ربنا قال، قال ألم ترى إلى الطير صافات والطير فوقهم صافات، والطير فوقهم صافات ويمسكن ويغبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ديل ما الطيور، الجمع بتاع الطيرة طيور، لكن لما قال هنا الطير صافات يعني صف واحد، زي لما قال لك والصافات صفا، الملائكة الصافة في التسبيح ومنتظرة تنفيذ أوامر الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله الدائم بحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء بعده، لا شيء بعده. الله رب كل شيء ومليكه، ربنا سبحانه وتعالى بينصر في الهامش. في ناس يا اخوانا الليلة من التكبير بينشقوا من الداخل يا اخوانا، في ناس في التعليقات انهم يكتبوا الله اكبر الليلة من الله اكبر الليلة، بينشقوا من الفرح. خلاص اكتبوا الله اكبر يا اخوانا، ده يوم بتاع فرح، ده يوم بتاع شكر، خلاص ده يوم بتاع شكر لله تبارك وتعالى. ان شاء الله الصوت يكون واضح، اكتبوا الله اكبر. انا كاتبها هذه التعليق المثبت تحت يا هذه، وما حنخليهم في الكلوب هاوس في التيك توك، حنجيهم الحساب باسم الصفحة دي، زي الصفحة دي ذات اسمه المعلق الرياضي احمد الطيب اشارة بفنيلة زرقاء. تعال اعمل متابعة وتفاعل مع الفيديوهات هناك كلها، الان اعملها طوالي كويس. الله اكبر كويس. اوه عمر وصل، عمر يا مو، عمر قال الله اكبر، عمر ادم قال الله اكبر كبيرة، كلكم كبروا الله يا اخواننا، كبروا الله. خلاص في حالات زي دي فاذكروا الله كذكركم ابائكم او اشد. انت هسه تفخر بابوك، وابوي وينو سيد العصايا كويس، بتقول ابوي وينو سيد العصايا، ابوي وينو كاس العرايا، ابوي وينو، صح ولا لا؟ رحمة الله على كل من فقد والده، رحمة الله على كل من فقد والده، رحمة الله على كل والدينا. ان شاء الله ربنا يتقبل الوالد ويجعله في مقعد صدر عند ملك مقتدر ان شاء الله ربي كويس. كلكم ان شاء الله، كل من فقد والده وربنا يرحمه ان شاء الله، ان شاء الله. دعواتكم يا اخواننا للوالد بالمغفره، دعواتكم له بالمغفره والرحمه. فالشيخ لما مات الحوار كان بيغني كويس، كان بيكتب وكان بيقول، بيقول ابوي وينو سيد العطايا، كان بيقول ابوي وينو كاس العرايا كويس، كان بيقول كده لانه بيمدح في الشيخ العبيد والبدر. الناس بيقولوا الكنداكة، هي الكان داكة بالالف، الكان داكة. خلاص عشان كده يا اخواننا الليلة الدعم السريع حبته جات، قال لي يا بآمنة حبتك جات الليلة، الدعم السريع حبتك جات، والدعم السريع الليلة منتصر كويس. بيقول لك ابوي وينو سيد الطاحونة، ابوي وينو البدي المعونة، صح ولا لا؟ الان ناس جبلولي مستبشرين بانه الدعم السريع بيوزع في اغاثات، اللحظة اللي انا بتكلم فيها دي الان بيوزع في اغاثات. خلاص وان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان ينصركم الله فلا غالب لكم. ربنا لو نصرك اللي بغلبك منو تاني؟ اكتبوا يا اخواننا الله اكبر يا اخواننا، اكتبوا الله اكبر، اكتب الله اكبر، اكتب. راجي شنو؟ راجي شنو؟ خايف زول يرد لك من اهلك يقول لك تكتب كده ليه؟ خايف يقول لك كتبت الله اكبر ليه؟ الله اكبر خايف منه؟ اكتب الله اكبر، اكتب الله اكبر، اكتب يا امي الله اكبر،
اكتب يا ابوي الله اكبر، اكتب يا اخوي الكبير الله اكبر، اكتب يا اختي الكبير الله اكبر، اخواني الصغار واخواتي الصغار اكتب الله اكبر، هل قدر اكتب الله اكبر؟ الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره. كويس، عشان كده يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الظلم وبوريك دائما نتائجه، خلاص بيوريك نتائجه. عشان كده قال لك ان فرعون على في الارض. فرعون كان بيتعامل بعنصريه بقبائل محدده، كان بيتعامل بطغيان على بني اسرائيل، نفس الحاصل يذبح ابنائهم زي اللي بيعملوا برهان في دارفور. هسه هتسووا كيف في المفاوضات دي؟ هتسووا كيف؟ بس نزار ده حيطلع عينكم هناك، ومحمد المختار حيطلع عينكم، اما عمر حمدان ده احسن ما تقعدوا معاه ذاته. هتسووا كيف بس؟ هسه يا برهان انت ماشي قعدت المفاوضات، لا عندك المدرعات، لا عندك القياده، لا عندك قاعده النجومي، لا عندك القاعده بتاع الجبلوليه، لا عندك الطيره، لا عندك الاحتياط المركزي، ولا عندك الذخيره، ولا انت عندك شنو؟ ولا عندك الغصر الجمهوري، انت عندك شنو؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. كلما حج حاج واعتمر. كويس، الله اكبر. اكتبوها، اكتبوها يا اخوانا، ما تنسوها، ما تنسوها. انا القصيده دي لانه بنساها مرات، بنساها والله للامان. كويس، اكتبوها يا اخوانا، اكتبوا معانا الله اكبر، اكتب الله اكبر لغايه ما كده نقراه. يا دلام، لايك شير يا شباب، لايك شير يا اخواننا، ملصقات، ملصقات يا اخواننا، ملصقات، ملصقات، الحقونا، الحقوا اللايف ده انه ما يتوقف. ولعلمكم، لعلمكم الدنيا دي ما قاعده لينا، كلنا ماشيه مننا. كويس، كلنا ماشيه مننا، خلاص يا زميل. الدنيا هابة أصله ما بتلحق رهابة، زي لزي ضل السحابة، لو تدوم وين الصحابة؟ كانوا ما الأولى تدوم ليه؟ صح ولا لا؟ لطبايعك دي محلي، والبعاديك سامح وخلي، في ظلام الليل صلي منها لابد تولي. صح ولا لا؟ طيب يا اخوان القصيدة شنو يا جماعة؟ بفتش فيها. كويس، الله اكبر. انتوا اكتبوا معي الله اكبر، اكتبوا معي الاخير اللي جيناه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. كلما صام صائم وافطر. الله اكبر كلما قام مصلي لله في السحر. الله اكبر كلما صام كلما قام مصلي لله في السحر واستغفر. الله أكبر كلما أتم الصائم صومه في الجنة واستبشر. الله أكبر كلما أشرق صباح العيد وأسفر. الله أكبر كلما أدى المؤمن زكاة الفطر فتنقى وتطهر. الله أكبر كلما لاح زرع وكل ما زعل لاح زرع واثمر. كويس، الناس اللي بتقولها اللي بتقولوا اضحكني، ناس اعجب، ناس اعجبني وناس ادعمه وناس قلب، اكثر منكم حتى وان كترتوا كتائبكم. انتوا تستهتروا بكلام ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا حيزيل لكم وحيمسح بيكم الواطا، حيهينكم كده، وحتقتلعوا من ارض السودان اقتلاعه، وسقطت القاعده دي، وتوقعوا وفي مفاجاه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وسبعين. ابدا اقولها ولا اخليها؟ ابدا اقولها ولا اخليها؟ حسب راي الناس. بس اي زول يعمل معانا لايك، اللايك ده يدخل الفيديو، خلاص على يدك اليسار او على يدك اليمين.
كويس. اكتب لا اعمل لايك، اعمل معانا مشاركه في صفحتك، في حسابك، في جروباتك، خلاص بتاعت الفيس، بتاعت الواتساب، اي زول يبدع معانا ملصقات. شكرا لك يا ابراهيم، قال قدامي صوت الهامش العفو. ام محمد قالت قوله، والله شفت في ناس كده بتاعين شمالات. ابراهيم قال قول 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 ثلاثه، قول 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 قول. دي بتاعت كوريا، دي بتاعت امريكا الجنوبيه في كره القدم، دي اسمها المدرسه اللاتينيه، خلاص اللي هي المعلق ممكن يقول جول كده لمده دقيقه ونص، 90 ثانيه. دي معلقه بيمتاز بالكلام الكثير والمعلومات الكثيره، خلاص زي عصام الشوالي وروف خليف وفهد العتيبي، كويس. زي فهد العتيبي هسه يقول لك او فارس عوض، مستحيل يا رباه هذا لا يحدث كل يوم. هسه كان جيت داخل البيت لقيت امك خدت لك شوكولاته كده في جنبها كده، قالت لك هاك شيل الشوكولاته دي، ما براقب تقول مستحيل هذا لا يحدث كل يوم. ها لو هسه انت بتعرف تلعب كوره، شوت كوره من النص جبتها جون، ها ما بتقول هذا لا يحدث كل يوم، ما بتقول كده. لو شفت الفلول انتصروا لهم على دعامي واحد، ما بتقول يا رب مستحيل هذا فوتوشوب، هذا لا يحدث كل يوم، كويس. الان الدعم السريع بيحتفل في جبل اولياء، الان الدعم السريع بيوزع في الاغاثات وبطمئن في المواطنين، ها اقسم بالله العظيم عساكر الجيش وقعوا البحر، قسما بالله العظيم عساكر الجيش وقعوا البحر، وشفتهم بعيني انا شخصيا في الفيديو، انا ده ما كلام بألفه من راسي، واي زول فيكم فتش بالقهوة كويس، لكن انا ما بحب اعرض المقاطع زي دي، ما بحب، لانه في النهاية في حاجات يا جماعة برضو الانسان يعني مهما كان هناك، في مفاجآت كبيرة جاية، في مفاجآت كبيرة جاية، وانا ما قادر اقولها خلاص، او داير اقولها وداير اشوف رايكم. قال انا مستمتع منك شديد، الله يكرمك يا اخي، كتر خيرك يا اخي، وشكرا لناس القلوب، خلاص شكرا لناس القلوب، كويس. وناس اللي ادعمه، وناس المشاركات، كويس. قال نزل الفيديو نشوفه. طيب انا ما قاعد احب، قلت لك ارفع فيديوهات زي دي يا اخي، ما تدخلني في حرج، ما قاعد احب ادخل انزل فيديوهات زي دي، لانه في النهايه بعاين لانه ده البشر يا اخي، في النهايه خلاص. يعني هسه زي الفيديو ده يعجبك ده يعجبك هسه، ده من الفيديوهات هسه يعجبك، كويس. انا لما اقول لك انا ما داير انزل الفيديو، انا عارف ما داير انزله ليه، لانه عارف انه في مناظر البشر ما بيتحملها، كويس؟ اها كده كويس؟ اها معانا كده صح يعني؟ انت مش تنفر الا هناك الزمر العسكري يلا ده واحد يا شباب من المستنفرين يا اخواننا، يا اخواننا ده واحد من المستنفرين يا جماعه، يا اخواننا ليه تعملوا في الشباب كده؟ يا اخواننا ليه شباب ليه تدمروهم كده؟ يا شباب الغدي اسمعني جوابه، يا شباب الغدي اسمعني جوابه، يقتنيه الجيل في يقتنيه الجيل خطابه، مش ليه يا جماعه تعملوا في الشباب كده؟ ليه يا اخواننا تخلوا الشباب ديل يدمروا كده؟ كويس؟ ليه؟ ده واحد مستنفر، الواحد التحت له ميت والثاني عايم بيتكلم معاه. اه والله انت موقفك كيف عن ناجي؟ اها معانا؟ بعد الجرم ده؟ انت مش تنفر الا هناك؟ الزمر العسكري؟ والله ما قال لنا جعت، قال لنا جعت، خشوا الكيزان قال له تعال قاتل، قال له تعال قاتل وبنديك قروش، شو الاصابه اللي اتصابه، لعنه الله عليك يا علي كرتي، لعنه الله عليك يا علي كرتي،
لعنة الله عليك يا علي كرتي. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب تمام تمام. انا ماذا اجيب الفيديوهات؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده برضو فيديو جديد نوفمبر 2023. نحن الان يا من امام بوابة مستشفى مدينة الامل منطقة جبل اولياء. بنبارك لأجاوز الدعم السريع يعني طرم النصر والاستسلام استسلام جبل اولياء بالكامل والحمد لله رب العالمين. فمن هنا عندي الناظر يا جماعة يا عرسان زين عرسان والله والله يا عرسان. خلوا نسوانهم يجروا القضية. الله أكبر الله أكبر. زول اللي بيبكي شايف انه ديل خلوا زوجاتهم عرسان وجوا للقضية ما قادر يتحمل بيبكي خلاص. اللي هو ده ده ده, ده الشاب الشهير اللي اسمه هاشم ملاح. طيب للما شاف الفيديوهات كويس للما شاف الفيديوهات عشان ما انا ما داير ابوظ كل الفيديوهات لانه زي ما قلت لكم خلاص في فيديوهات يا جماعه مؤلمه والله كويس في فيديوهات مؤلمه خلاص. في ناس استشهدوا في ملازمين وايل في عمدة في الويه انا ما داير اتكلم كويس. طيب انزل شوفوا الفيديو ده. هسه انا قبل شويه قلت لكم الجيش وقع في البحر في ناس هنا قالوا لي ده كذب. ده هو الفيديو قدامكم الان داير تصدق ككوز صدق ما داير تصدق. امشي كسر راسك باقرب حيطه وكمل المحيط الاطلسي اشربه كله انا ما لي دخل بك. شباب الاشاوس عاينوا الفيديو ده مؤلم كيف. ده اليوم يا جماعة ده اليوم يكفي لغايتي يكفي لغايتي. دي الناس اضطروا ان يخشوا البحر ما في طريقة يا جماعة ما في طريقة يسوي شنو ما في طريقة يعمل شنو الا يحاول يركب مركب او يعوم البحر عشان يمروا يسوي شنو. واخواننا اشاوش ما تضحكوا فيه ما تضحكوا فيه. في النهاية دي البشر في النهاية دي البشر في النهاية يا جماعة دي البشر دي اولادنا دي البشر سودانيين مننا وفينا خلاص دي مننا وفينا كويس. ده واحد من الناس الماتوا الليلة كويس. ده واحد من الناس الماتوا الليلة كويس. نعينه قبل شوية ده ملازم أول أعلنوا استشهاده برضو. على الأقل خلي الكذب يا على الأقل خلي الكذب ده يا كيزان يا على الأقل خلي الكذب. وأنا قاعد أعرض لك الآن على الأقل خلي الكذب بتاعك ده كويس. خلوا الكذب بتاعكم ده. أنتوا قايلين نفسكم أنتوا يعني الناس ثاني بتصدقكم ولا قايلين نفسكم ثاني عندكم قبول لدى الشعب السوداني ثاني ما في زول بيقبلكم خلاص أنتوا انتهيتوا. كويس انتهيتوا انتوا. والله يا جماعة اسمعوا الكلام ده كويس. اسمعوا الكلام ده كويس. طيب انا ما قاعد احب اعرض الفيديوهات الشينة دي من فيديوهات الليلة. واعذروني اعفو لي يا اخوانا اسأل الله ان يغفر لي ان وريتكم فيديوهات زي دي. لكن دي للما بصدق دي للقاعد اللي بلبس شوف بلبس اللي بتقوله قاعد تكتل اولاد الناس كيف بتحرشهم يكتل اولاد الناس كيف. شوفوا الفيديو ده. ده ابو دمقاش شوف خشمه مشروط كيف
شوفوا الدنيا ولا خيو. أما بتبكي يا ولد. أما بتبكي ولا تبكي زاد. تقول يا عمك. أيوه. هنا أبو الله. هاي قدام بس. خد 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 تيجي. تضربونا. يلا يا اخواننا ده واحد من المقاطع المؤلمه. يلا رايكم شنو يا فلول؟ خلاص كده كويس كده مرتاحين انكم وريتوا انه الناس سمعتوا كيف. خلاص الفيديوهات موجوده ولسه انا ما عرضتها ولا 2% منها كويس. لكن تاني الجبل الجيش ما عنده فيه حاجه، وتاني قاعده النجومي تاني ما عنده فيه حاجه، وتاني طريق النيل الابيض الجيش ما عنده فيه حاجه، والدعم السريع قد يدخل بعد النيل الابيض خلاص رسميا يدخل عديل بعد كويس. لكن كده كويس يا اخواننا. طيب انت قد تقول لي ليه ناس الدعم السريع انهم بيعملوا كده كويس يا اخي؟ على الاقل الرقم ده شيله وديه امريكا عديل على الاقل. هسه انت همك الزول الميت ولا همك عشان تعرف نفسك زول بلبوسي جاهل يا لسمك محمد بابكر ده، وزول تعبان وزول سطحي وزول ما واعي. نحن بنضطر نحذرك عشان تكون اكثر وعيا كويس. الفيديوهات كثيره يا اخواننا كويس. والان المعلومات الجايه الان في بيان نزل، نشوف البيان، استعدوا للبيان. في بيان الان نزل. لايك شير يا شباب، لايك شير. طيب ده مقطع الان نزل كويس، ده مقطع الان نزل من الاشاوس، شوفوه خلاص، شوفوه وورونا رايكم شنو. تاني امشوا اسمعوا لي للبلابسة اللي بيغشوكم وبقول لكم انتم منتصرين وكده. احسن الحرب دي تتوقف يا اخواننا، احسن الحرب دي تتوقف يا جماعة. طيب نشوف الفيديو ده. دي دبابة مدرعة محروقة ودي دبابة. يا كيزان يا كيزان يا كيزان، الكلام ده في بيوت الناس يا كيزان؟ الكلام ده متين؟ عينه كويس. الله اكبر، الناس اكتب الله اكبر يا شباب. شكرا يا هاشم ود ملاح، الناس اكتب الله اكبر. على يدنا اليمين هنا دبابه والضرب شغال فينا، وهناك الدبابه الثالثه. فبنقول لها يا شباب الدعم السريع، الف مبروك، الف مبروك النصر، الله اكبر، الف مبروك النصر، الله نحن قدام يا قدام، الف مبروك النصر. احنا الان داخل جبل، نعم للسلام، فعلوا معنا هاشتاج نعم للسلام. شكرا يا محمد صالح. ايوه شفت زي ده الا الدواس بس. لا تقنع اوكي بس. الدبابات بتاعت الجبل. علي عبد الناصر بيقول نعم للسلام. رهف علي بتقول نعم للسلام.
محمد صالح بيقول نعم للسلام بالكلام. وهنا دي واحدة وهنا دي واحدة والجاهلية الحمد لله السلام يا جماعة. بيقول لكم الجبل بيقول ألف مبروك للدعم السريع ولا شاوس الدعم السريع. أبشر والله أبشر والله يا أخوانا. أكتبوا معانا نعم للسلام يا شباب. أي زول اكتب معانا نعم للسلام خلاص. أكتبوا معانا نعم للسلام يا شباب خلاص. هاشتاج تحت نعم للسلام كويس. واحد اثنين. اي زول جي جديد ولا قديم ونسى اضغط معانا لايك. في ناس اللايك اسفل الفيديو على يدك اليسار. في ناس الفيديو اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين. لايك واعمل مشاركة على صفحتك او على حسابك كويس. واكتب لنا تمة اعمل ملصقات. اي زول يا جماعة دارين يكتب لنا تمة في 20 تعليق ورا بعض كده. هسي هسي كده اي زول يكتب لنا تم في 20 تعليق ورا بعض. اكتب ملصقات كده. حاول كده تكون الاول ما يسبقك زول. حاول اعمل ملصقات ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض 20 ملصق ورا بعض. الدعم السريع يفرض سيطرته على جبل اولياء. الدعم السريع يعلن انتصاره على فلول الكيزان. الدعم السريع قد افلح اليوم من استعلى. خلاص الكيزان انما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ان الله لا يصلح عمل المفسدين كويس. ويحق الله الحق بكلماته كويس. شفتوا بعينكم الان فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين كويس. شفتهم بعينكم كويس. شفتهم بعينكم صح ولا لا؟ الانتصارات المتوالية والمتتالية بتدل على انك انت معناها انت لازم الحرب تتجيب بعدها. اي زول يعمل معانا لايك يا شباب لايك. اللايك اسفل الفيديو على يسارك او يمينك راح ولا كلامنا ده ما عجبك. ومشاركة يا ريت يعني فضلا. ومشاركة على صفحتك او على حسابك. اي زول يعمل لنا ملصقات 10 20 30 ملصق ورا بعض يا شباب بسرعه. لا ما تم 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 في تعليق واحد. لا 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 تم 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 في كم تعليق. اللي بيكتب في 10 اللي بيكتب في 30 اللي بيكتب في 50. عمر الرزيقي ده ممكن يكتب لك في 70 في 100 في 200 عادي جدا جاهز كويس. منى ممكن تكتب لك في 20 للتحيه. عبد الله ابو انفال ممكن يكتب لك في 50 كويس. الناس تكتب معانا تم وتعمل متابعة للصفحة وتعمل إعجاب للصفحة عشان تاني تظهر لها بسهولة خلاص. الصفحة عشان تاني تظهر لها بسهولة يا شباب خلاص. الصفحة تاني تظهر بسهولة. بالإضافة لأنه الحساب بتاع تيك توك باسم المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة. حساب التيك توك باسم المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة. اي زول منكم الان يمشي عليه يعمل سيرش في التيك توك يكتب المعلق الرياضي احمد الضي بشاره يعمل اعجاب اول ما يظهر له طوال. يعمل ملصقات يعمل لايكات على كل الفيديوهات من اول فيديو بيلقاه لغايه اخر فيديو كلها نص دقيقه بس بتكفيك كويس. الناس تشتغل لايكات وتشتغل معانا نعم للسلام خلاص. تشتغل معانا نعم للسلام كويس وتشتغل ملصقات. شكرا لكم يا شباب جزاكم الله خير. الف مبروك للاشاوس. الف مبروك للاشاوس. الف مبروك للاشاوس. الف مبروك للاشاوس. ورفرف المجد بهم وطارا وبثه في العالم افتخارا وجلجل التكبير واستطارا واحتامهم طير العلا وطارا واوقدوا فوق الجبال نارا واشرقت صخورها اخضرارا. المجد لله للاوطان. المجد لله ثم للاوطان. المجد للعز ثم للسودان. بعدين يا جماعه في حاجه واحده انا داير اقولها اختم بها. السؤال ده يا اخواننا اسمعوا مني كويس. الحق بتاع الدعم السريع الان اللي عمله ده واللي عمله حميتي ده واللي عمله عبد الرحيم واللي عملته القبائل المشاركه في الدعم السريع ده كله من انتصارات ومن قتال ومن فوز يا اخواننا. العمل الجهجاه القائد محمد حمدان دقله قائد قوات الدعم السريع الجهجاه الذي يصمت الاسد محمد حمدان ده كويس. اللي بيضيع حقه منه في حاله واحده حيضيع حقه. انتوا عارفين في حاله شنو حيضيع حقه؟ معلش يا جماعه المغرب عندنا نازل خلاص
مع اسم الله خلاص اي حاجة تاني بتجيف عز وجل. كويس؟ انتوا عارفين شنو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تضيع حق حميدتي؟ ممكن الناس تنسله وحميدتي ده ان شاء الله حيجي رئيس للسودان وان رغمت انوف اول رئيس للهامش ويجي ويعدل وما يظلم، ما يقول ديلك كان حكم الظلم، ما يظلم، يظلم نحن ذاتنا بنرد ملك زعل ما حصلت حاجة. اوعى. كويس؟ في حاجة واحدة بتضيع حق حميدتي، انتوا عارفين شنو؟ عارفين الحاجة دي شنو يا جماعة ولا لا؟ قالت تحية للجهجاه، تحية للجهجاه، الناس طوالي بس ما صدقوا لقوا الجهجاه بس، طوالي الجهجاه بس. لقوا التحية. عرفتوها ولا أوريكم؟ لا يا إخواننا. الأذان أذان أنا قايم خلاص بعد حاقفل اللايف. الحاجة اللي حتضيع حق حميدتي ده في حالة واحدة، الحالة دي عرفتوها شنو؟ حفظك الله ورعاك أستاذنا، الله يحييك يا أخي، الله يحييك أستاذ عبد الله يا أخي، الله يحييك. الدرباس ده عبد الرحيم، والدرباس ده الاسد اللي بتسمع صوته من بعد 6 اميال وصوته زي المدفع ال 130، اثنينك زادت تبقى ماف. عرفتوا الحاله الواحده الممكن حميدتي حقه فيها يضيع يا ده؟ هو زاده الان لو بيسمع بيكون بيقول يا سلام يا اخي، ما يقولها يا اخي. شغلت شغلت دي شنو زاده؟ مزمل قال لي الطيبه. لا لا تسلم يا مرتضى الكناني، انت العملاق والله. تسلم صالح، بصالح صلحنا ان شاء الله وبمرتضى ارتضينا الخير باذن الله تعالى وباحمد حمدنا ان شاء الله خلاص. قال لي صلاتك حدا مصلايتك. عرفتها كيف؟ عرفتها كيف؟ اطلعت على الغيب ام اتخذت عند الرحمن عهدا؟ انت عارف كلمه زي دي ممكن توديك، انت عارف ممكن ربنا يحبط بيها عملك كله؟ عرفت كيف؟ ربنا اداك عهد؟ اطلعت انت على الغيب ولا اتخذت عند الرحمن عهدا؟ اعوذ بالله، استغفر الله العظيم، معلش حذرتك، معلش. المسامحة كويس؟ في ناس بيقولوا المسامحة هي اللي بتضيع حميدتي، لا لا، حاجة واحدة. خلاص انا حقول عليكم خلاص خلاص خلاص، فشلتوا فشلتوا كلكم، فشلتوا 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 فشلتوا، فشلنا خلاص، فشلنا خلاص. الحاجه الواحده اللي ممكن تضيع حق حميدتي ده كده، لايك شير لايك شير، اخير اخير يا شباب. ها اي زول لايك، اي اي كويس، اي زول لايك لايك يا جماعه، والله العظيم هذا الشباب زول يجيب لي مميزاته ما قادر. ها لايك، اي زول كده يعمل لايك ويعمل مشاركه سريع، لايك مشاركه ملصقات تم، سريع 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 سريع. الحاجه الوحيده مصعب مالك يا اخي، كيف تمام؟ ده مصعب جاي يا جماعه، ما ليه زعل، تعال اسلم على الشباب ديل. ده مصعب جاي داخل هسه يا اخواننا، وبعديها بوريكم الحاجه دي شنو مع المغرب جه. يا سلام، شكرا لك يا شباب، ان شاء الله انتم كويسين يا اخي، اخباركم وصحتكم واموركم فل الفل. ما انا الاضاءه بتاعتك تعبانه كده، انت سيدي يا تعلق لي تعليق سلبي. اها الزلمه بلبوسي، خلي بالكم. الاحوال والصحه يا شباب، طمنونا عليكم وعلى اموركم وصحتكم يا اخي. صفحتي هناك امشوا عليك الله يردموها، الصفحه دي وقفوها، ما بتجي الا بعدين الساعه 12 بالليل عشان يتبلوا البلابسه ديل ويمشوا الى جهنم باذن الله سبحانه وتعالى. وما باقي حاجه كثيره، لكن انا دار اوصل رساله واحده من هنا. تاني علي باليمين كوز بيحكم السودان، ولا بيفتكر انه ممكن يحكم السودان؟ ما في. القوه بتاعت الكيزان جابوها دي ما قوات مسلحه، القوه بتاعت الكيزان ومتابع انا والله على راس الساعه، مش على راس الساعه كل ثانيه، القوه جابوها دخلت امس جات من كرره، كلها هيئه العمليات وجهاز الامن ما توجد. ما توجد كتلون انتهوا تماما، وهم دخلوا على اساس انه يتقدموا ويمشوا لقدام، يعني كان ده فهمهم انهم يتقدموا ويشيلوا الاذاعه والتلفزيون. فماتوا، ماتوا وين؟ في المنطقه بتاعت ميجيك لاند والثورات، يعني في كرريم ذاتها ماتوا وغاشين الناس. الله يرجع الصفحه يا بلابسه. ومن هنا انا بقول انه اللغه ذاتها حتتغير، لانه شايف بعض البلابسه اللي كنا بنحترمهم وكنا شايفينهم ناس كويسين، والله
والذي نفسي بيده جئناكم جيشينا تب جيشينا تب وانتوا ناس اللي عمل لنا لايف اليوم يا مصعب. ما المشكله الصفحه والله هم ده الحساب يا شباب ده حساب مصعب يا هودا معاه الناس توجه على صفحته مكتوب بالعربي مصعب الضيب وشارع هل بتكتب مصعب يا معذبهم امشي اعمل لي متابعه واعمل لايك على فيديوهين ثلاثه عشان تظهر لك تاني الناس طوالي تتوجه عليه واعملوا نجز 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 النجز ده برجع الصفحه حضروها في ادق الايام لكن باذن المولى عز وجل اول ما تفتح لينا معامك وماج عمرهم ما شافوه وزي ما قلت اللغه حتكون متغيره ويلا مش دايرين البل بعد ده البل اللي الله خلقه في امان الله الله يخليك تسلم يا عبد الله ابو انفال تسلم تسلم الحاجه الوحيده يا اخواننا قلنا ان ممكن حمايه حقه يضيع فيها في حاله واحده اذا كان عزفت على العود كويس او عينت على السماء ان ضاقت الجوزاء بالعقبان لو السماء ضاغط بالعقبان والنسور والصغور والشاهين بقت ما بتشيله وضنت الاوتار بالالحان بتضرب كده على الاوتار على العود ما بيديك وتر هنا حتى حق حميتي بروح لكن غير كده حقه قاعد قاهر الكيزان بفضل الله كسر رسينهم ديل كده عين حميتي بتسبح بحمد الله وبتغدس في رؤوس الكيزان مبروك 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 يلا يا شباب شكرا لكم الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية ويديكم كلكم العافية إن شاء الله بإذن الله تعالى لايك شير ملصقات ملصقات ما تعتبروا اللايف انتهى عشان تساعدنا أكثر شيل الرابط ده وديه مجموعاتك كلها اللي تعرفها خلينا بزوق ده شنو الجنجويد اللي جايبه لنا ده قول لهم والله يا أخي قررت أجيبه بس خليك بارد كده عشان لك ما يورقد نوم كويس واحد اثنين ملصقات اي زول يبدع ملصقين ثلاثة خمسة سريع لايك ها يلا يا شباب مغرب الزن ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين تحية وسلامة.